لحقت الساعة الثامنة صباحاً أو الثامنة ونص نطلع ساعتين للشارع نخلق نوع من الطمأنينة لدى الرأي العام، بالإضافة أن احنا ندعم شرطتنا بحيث أنه يكون لهم الدور في متابعة الدوريات والخروج في هذه المهمة. لكن احنا كضباط احنا شوي اسمع ضباط كشف هذا تطلع وتقسم مجموعة من الضباط تمشي للدليل و 12 ضابط في كل مجموعة. بيمشوا مجموعة للدليل ومجموعة بيمشوا للجميل، بيتابعوا الفرق. الفرق اللي تخدم خلال ال 24 ساعة. عندك يوم بتتابعهم، كل واحد في التمركز بتاعه. يعني في كل مجموعة بيمشي معها ضابط هو الإشراف. يشرف على المجموعة هذه. هذا بالنسبة للضباط، إصلاح الضباط. بالنسبة للعمل الميداني للداليين، هذا أول يوم في الأسبوع اللي هو يوم الأحد بيطلعوا لمدة ساعتين. بيدعموا جماعة الدوريات وجماعة الفرق العام اللي خلال 24 ساعة. حتى الإدارة بتطلع تخدم يوم لحد بس ساعتين. من 8 الصبح للعشرة يعني عملنا يوم لحد